الناس في رمضان مساحة حرة للمواطن نذهب إليه في الشارع والسوق وأينما كان ليعبر عن رأيه، ينتقد أو يشكر، ينقل همه أو فرحه. يأتيكم مع زميل مشهور اكتشاف. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الناس في رمضان، حيث نلتقي بالعديد من المواطنين للاطلاع على أجواء شهر رمضان المبارك واستعداداتهم وكيف مرت أيام شهر رمضان المبارك على المواطنين في المملكة الأردنية الهاشمية. نحن الآن يعني في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان، حيث سنجري العديد من اللقاءات مع المواطنين، شوف أراهم عن شهر رمضان، كيف كانت أكلاتهم، كيف كانت أجواءهم، كيف كانت الأجواء خلال شهر رمضان المبارك، سواء الأجواء العائلية، شو أكلاتهم المفضلة. راح نبدأ مع الشباب بعون الله تعالى، وخليكم معنا. السلام عليكم، كيف حال الشباب؟ إن شاء الله بخير. زمننا نحكي معكم برمضان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا فيك. عليك. كل عام بخير. وأنت بألف خير يا رب. كيف أمورك؟ الحمد لله بخير. كيف شايف لي أجواء شهر رمضان المبارك؟ ممتازة ما شاء الله، أحسن من هيك ما في. طب شايف للحركة في البلد، الناس عمال بتتجول، عمال بتتبضع، عمال بتشتري، شايف هاي الأجواء إيجابية؟ والله أنا شايف ناس عم تتحرك بس ما عم تشتري، يعني الجو برد، بس الجو برد أكثر. إن شاء الله هتتحسن، يعني إن شاء الله. إن شاء الله. طيب بدي أسألك، شو أثر مواقع التواصل الاجتماعي على شهر رمضان المبارك؟ بنلاحظ إنه أيام شهر رمضان المبارك هي شهر عبادة، شهر خير، شهر صوم، شهر الواحد بيقرأ القرآن، ولكن نشوف إنه مواقع التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية أصبحت طاغية على حياتنا اليومية وأثرت على علاقاتنا. بدي رأيك في هالموضوع. صحيح 100%، هي أثر سلبي أكيد. يعني الناس زي ما أنت قلت صارت ملتهية في التليفونات، يعني صار الواحد جالس جلسة عائلية وكل واحد ماسك تليفونه. بس إلها مزاياها، يعني الناس صارت تتواصل أكثر، يعني سلاح ذو حدين، يعني اللي باعتدال بيستخدمها بتكون كويسة، بس اللي 24 ساعة عليها أكيد مضر. طب شايف إنه يعني المواقع التواصل الاجتماعي وهالتطبيقات الذكية أثرت على حياتنا اليومية في مجتمعنا وأصبحت تشكل عائق ما بين تواصلنا مع بعضنا البعض؟ كنا زمان نقعد أمام المساجد، أمام المنازل، نقعد في الدواوين مع بعض، نتسامر، نبتسم مع بعض، نضحك، الآن الوضع تغير حسب شفتي. هذا اللي بنقوله أكيد 100%، بقول لك تكون جلسة عائلية صار الكل على موبايلاته، يعني الواحد يخفف منها أكيد، مش بالضرورة 24 ساعة. طب شو أفطرتوا اليوم برمضان؟ اليوم اليوم والله معكرونة افطرنا. معكرونة. انت عملتها ولا المدام؟ لا المدام اكيد. انا لو علي كان ما افطرناش. ما بتساعدها برمضان بمرة؟ بساعدها بس مش بالرئيسي، بالشغلات الثانوية. الله يعطيك العافية، كل عام بخير. الله يعافيك وانت بألف خير يا ربي. الله يسعدك، تسلم يا رب. زي ما احنا متابعين احنا وياكم يعني اجواء رمضانية جميلة جدا رغم يعني برودة الجو. راح نلتقي مع الشباب نشوف اراهم. كل عام بخير وانت بألف خير يا سيدي. كيف امورك؟ الحمد لله تمام. ان شاء الله تمام. تمام الحمد لله. كيف شايف لي اجواء شهر رمضان المبارك؟ والله احلى سنه في حياتي كلها. نعم. ان شاء الله بتمنى من الجميع وكل عام الخير والشعب الاردني بألف خير. السلام عليكم. تعال وين بدك تروح؟ طيب بما انك شاب بدي اسالك، شايف انه مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكيه الان بايامنا الحاليه اثرت على حياتنا العامه وتواصلنا مع بعضنا البعض ومع قرايبنا ومع اصدقائنا؟ كنا زمان الواحد يقعد مع والدته مع اهله مع اخوانه، ولكن الان كل واحد ماسك تليفونه والتهينا مع بعض. بدي رايك في الموضوع بما انك شاب. مزبوط، كلها صار التواصل الاجتماعي خربت بعض، نص التواصل الاجتماعي صار بس الأقارب ارتفعت، يعني بس في نت تكون معهم ولا ناس بتساعد الثاني ولا شيء. التواصل الاجتماعي خرب الأردن كلها خاصة برمضان وشهر رمضان. طيب بنعرف أنه كانت مواقع التواصل الاجتماعي سابقا هناك بعض ننتشر أخبار المضللة، كانت هناك بعض الشائعات، كانت بعض السلبية تأثر على علاقات الناس ببعضهم. فإحنا بشهر رمضان، بتعرف شهر رمضان شهر خير، شهر محبة، شهر عطاء، شهر مغفرة، شهر رحمة. شاب يتوجه للشباب رسائل للشباب الأردني بهذا الشهر الفضيل حول استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي وخاصة برمضان. أنا بتمنى من الجميع، بقول إن التواصل الاجتماعي يلغوه لأنه هذا رمضان بيجي في السنة مرة والخير على الجميع. بتمنى من الكل إنه يعني يكون يصلي ويصوم ويزكي ويختم القرآن في أيام الفضيلة، لأن إحنا بنستنى هذا الشهر يعني بيجي في السنة مرة. بتمنى من الجميع إنه ما يضيعوا، يعني سنة هي ما بتروح على الكل، يعني ظلها عندي. اليوم افطرت مع مين؟ أنا مع الدار. وين؟ مع الدار. شو كنتوا طابخين؟ نواشف. نواشف؟ طيب مين طبخ؟ الحج. طيب ما عمرك ساعدتها بإشي؟ لا والله ما بساعدها، ليش ما ساعدها يعني؟ طيب عندك الوالد عايش؟ الحمد لله. كيف أعصابه رمضان؟ هادي بيعصب ولا دائما؟ لا عادي قبل الفطر بخمس دقائق. يعني ما عمر صح لك ضربة هيك إشي عند الإفطار؟ لا لا بس قبل الخمس دقائق بشوف الأذان قدامه. الله يعطيك العافية، كل عام وأنتم بخير. على رأسك، بألف خير.
الله يسعدك يا رب. نتابع معك اخواننا الاعزاء الاجواء الرمضانيه بوسط البلد بالعاصمه عمان، يعني رغم انه الاجواء فيها نوع من البروده يعني قليلا يعني، ولكن في حركه دائمه من المواطنين، بعضهم على الحلويات، بعض قام بعد بيشتري احتياجات شهر رمضان المبارك. راح نتابع بلقاءات ميدانيه ونشوف اراء الناس حول العديد من المواضيع بشهر رمضان المبارك، ومتابعين معكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. كيف حالك؟ أهلين، الله يسلمك. نعم، أنت بخير؟ أنت بخير يا أهلا. أهلين. كيف شايف لي أجواء شهر رمضان المبارك؟ والله الحمد لله رب العالمين، كويس الأجواء يعني وطيبة، والناس يعني شايفها يعني بس خفيف، الحركة خفيفة يعني في رمضان. يعني امبارح كانت الحركة يا عمان حركة دائبة جدا، وكانت الناس يعني كثير بالأسواق بتجول وعمال يتبضعوا، وكانت حتى أزمة مرورية وأزمة يعني على الأسواق المولات. اليوم خفت شوي بجوز بسبب برودة الطقس شوي قليلة، ممكن عشان برودة الطقس لأنه في رياح باردة وقوية ومزعجة يعني. بدي أسألك، إحنا في شهر رمضان نعرف شهر خير وشهر مغفرة وشهر رحمة، ولكن الناس الآن أصبحت بتلتهي على مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح الفيسبوك والواتساب هو الشغل الشغل المواطنين. كنا زمان أيام سابقا لاحظ الناس بالدواوين على أبواب المنازل، أبواب المساجد، السمر، السهرات، الناس تتداول مع بعضها الحديث، بيلعبوا، حتى متذكر أنا كانوا بيلعبوا الطاب، بيلعبوا السيج، الأمور هاي. شايف هاي اختفت الآن بشهر رمضان ولا لا؟ صاحبك ضحك على فكرة. لا، هي اختفت من زمان يعني. نعم. مش من يعني السنة الحالية. نعم. يعني هي من زمان اختفت. نعم. هذا الأمور ليش؟ لأن الناس صار في قضايا ثانية تشغلهم. نعم. هي قضايا التواصل الاجتماعي مثلا، حتى صاروا يستعيضوا فيها عن العلاقات الاجتماعية الحقيقية اللي كانت يعني بين الناس، من لقاءات، من جلسات، من سهرات، من يعني الظروف تغيرت يعني بالتأكيد يعني، هذا مش بس في الأردن يعني، على المستوى العالمي تغيرت الظروف. شوف صديقك، السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام بخير. وأنتم بخير. كيف أمورك؟ شالة تمام؟ الحمد لله رب العالمين. بنرجع على موضوع مواقع التواصل الاجتماعي، سألنا سؤال الأخ الكريم. لكن إحنا من الآن رمضان هو تصالح مع الذات، تصالح مع الآخرين، بنلاحظ على مواقع التواصل الاجتماعي سابقا نلاحظ الناس في نوع من السلبية، في نوع من الظلم، في نوع من الافتراء، في يعني أخبار مضللة، والناس قاعد تظلم بعضها البعض. نعم. شو بنوجه رسالة للناس إصلاح الذات في شهر رمضان المبارك؟ كيف يعيدوا تعاملهم مع هاي التطبيقات ومع مواقع التواصل الاجتماعي تكون عامل بناء إيجابي ليس عامل بناء سلبي؟ والله زي ما تفضلت يعني، هي المفروض انها تكون عامل بناء ايجابي، ما تكون عامل خصوصا في شهر رمضان الفضيل اللي تحبس فيه الشياطين وتجنزر كويس. فالمفروض الانسان ينتبه الى واجباته يعني، واجبات العباده في شهر رمضان الفضيل على الاخص يعني في هذا الشهر الكريم. طيب انتوا اليوم شو افطرتوا برمضان؟ والله احنا افطرنا فطور خفيف. وخايفين كمان ناكل كنافه نضيف سعرات بدل هالمشي اللي بنمشيه، فالواحد صار يعني ها يراقب وزنه شوي، فما كان شيء يعني ثقيل. مين عمل الفطور، انت ولا المدام؟ والله انا شخص صراحه بصراحه انا بالنسبه لي انا عملت الفطور لاني زائر من كندا. يا ميت اهلا وسهلا فيك. جديد يعني، صار لي 3 4 ايام هون عشان شهر رمضان قضيه بين شهر رمضان عند الافطار. دائما عند المغرب بنشوف الناس حاله عصبيه ومشاكل وهوشات وطوشات. نعم. انت برمضان من النوع الهادي ولا من النوع العصبي؟ من النوع الهادي جدا. نعم. جدا جدا جدا. ولا بتعمل اي مشكله ولا اي طوشه ولا رايح جاي؟ ما هو على الاساس اني جاي لحالي هنا، فالمره مش معي، فما فيش عصبيات، فيش غضب يعني، فيش سبب له. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك وانتم بخير. الله يجزيك خير. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وانتم بخير. انت بخير سيدي. كيف صحتك؟ شلون تمام؟ الله يسلمك الحمد لله. كيف شايف لي اجواء شهر رمضان المبارك؟ ان شاء الله ممتاز جدا الحمد لله، رمضان خير الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. بدي اسالك، كنا زمان بشهر رمضان المبارك نشوف عند صلاه المغرب العائلات تتبادل مع بعضها يعني، بتلاقي الصحون، الطبخات، الوجبات، بتلاقي عند الافطار المقلوبه، الكبسه، المنسف الى اخره. شايف هاي الامور لسه موجوده حاليا بمجتمعنا الاردني ولا اختفت تدريجيا؟ والله تقريبا مش دائما يعني، باستمرار يعني، حسب، مش كل العادات كان زمان، اما هسه حاليا لا ما في الحق. شو رايك بشهر رمضان بالعزائم الجماعيه الان حاليا؟ الناس بتعاني، بيحكوا لك من ظروف اقتصاديه صعبه ومن بعض المهام العائليه، ولكن هاي المنتجه لحد الان مستمره، لحد الناس تتعامل مع بعضها بالعزائم، تواصل وصلات الارحام موجوده؟ اكيد متواصلين طبعا، صله الرحم موجوده اكيد. طب شو افطرتوا انتوا اليوم؟ صراحه لا تخبي. لا بالعكس، دجاج وشغلات زي هيك يعني. ما اشتغلت فيهم شيء ولا عملت شيء انت؟ لا. ساعدت الاسره بالنهايه؟ لا نهائيا. طب انت مدخن؟ مدخن. نعم. كيف اعصابك بشهر رمضان؟ والله انا بعرف عند المغرب تبدا المشاكل وتبدا الطوشات، انت من هالنوعيه ولا لا؟ لا بالعكس، لا هدوء عندي تام الحمد لله. كل عام وانت بخير. انت بخير سيدي، حياك الله. كيف حالك؟ الحمد لله. كل عام وانت بخير. وانت بخير. كيف امورك؟ الحمد لله. شايفك فايق رايق اليوم. والله شو افطرت؟
اليوم ملوخيه. ملوخيه. ملوخيه ممتاز جدا، بس دير بالك من البرد. ما عليك. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. بدي اسالك انت بما انك شاب، احنا بنلاحظ ان مواقع التواصل الاجتماعي الان والتطبيقات الذكيه اصبحت طاغيه على حياتنا الاجتماعيه، وخاصه بشهر رمضان المبارك. شهر رمضان المبارك شهر خير، شهر تواصل، شهر محبه، الناس بتتواصل مع بعضها، والناس تقعد تلعب باب المساجد على المحلات التجاريه وتتواصل. شايف ان الهواتف الذكيه الان وهالتطبيقات ومواقع التواصل اثرت على هذا التواصل مجتمعنا الاردني؟ والله يا شب يعني اثر كثير. اشرح لي بما انك متفائل وجاي حامي احكي. فكرت راح تسألني عن السحور. طيب بسألك عن السحور، احكي لي. سألني عن السحور، مأثر على كل شيء. أثر على كل شيء. هاي ملوخية مأثر عليك اليوم. كثير. طيب أنت شو رأيك؟ بإيش؟ باللي سألته إياه. ما سمعتش. لا رد سألني ما سمعتش. بسألك على مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها على حياتنا اليومية. الآن كنا بتعرف مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت الطاغية على حياتنا الإنسان. كنا سابقا العائلات تسهر مع بعضها، كنا على ابواب المساجد، على ابواب المحلات التجاريه، في البيوت نسهر مع بعضنا، شهر خير، شهر تواصل. لكن بنلاحظ الان كل واحد مع تليفونه وناس الحياه. شو رايك؟ لا بالعكس، ازدادت هيك المحبه اكثر، وشهر خير هذا، وكل شيء احسن، كل مالها بتتطور البلد. طب شو افطرت اليوم؟ اليوم منسف. منسف بدون مسكره معك؟ انسى مبلده معي. كل عام وانت بخير. وانت بالف خير وصحه وسلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعال خلينا نحكي معكم انت وندردش شويه. كل عام وانتم بخير. انت بخير. كيف امورك؟ ان شاء الله تمام. يسلمك الحمد لله. كيف شايف لي اجواء رمضان؟ ما شاء الله، ان شاء الله سنه خير على الجميع ان شاء الله. طيب بدي اسالك نفس السؤال، احنا بنلاحظ شهر رمضان الناس تتواصل مع بعضها، صلات ارحام، الاقارب مع بعضهم البعض، الجلسات العائليه، الاصدقاء بتتجمع، لكن الطغت علينا موضوع المواقع التواصل الاجتماعي وهي التطبيقات الذكيه سواء فيسبوك الى اخره. هاي اثرت على حياتنا، شايفها برايك العام؟ طبعا اكيد، يعني بطل حتى الشعور بالالفه والمحبه والجلسات العائليه في رمضان انقطعت. يعني بتلاقيهم قاعدين كل واحد ماسك التليفون تاعه وكل واحد في عالم اخر، حتى الروابط ما في، يعني حتى التهنئه صارت على خلص على الفيس وعلى الواتساب وانتهى الموضوع، فاثر بشكل كبير. يعني حتى تعاطف، هنقول العواطف اللي بين الناس ما فيه. طيب شايف لي بعض الممارسات السلبيه بنشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصه واحنا بشهر رمضان المبارك، كنا نلاحظ انه الناس يعني سابقا تلاحظ الفيسبوك اخبار مضلله، اشاعات، اغتيال شخصيات، افتراء، الناس منين ما هب ودب نسخ ولصق. شايف هاي الاثار انت اثرت على مجتمعنا الاردني، وشو بنوجه رساله للناس بما انه مقبلين احنا بشهر رمضان الفضيل، وهذا الشهر شهر خير، شهر تسامح، شهر مراجعه مع الذات، شو بتوجه لي رساله للانسان الاردني ولكل مواطن بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي واحنا بشهر رمضان؟ والله سلامك صحيح، يعني احنا المشكله انه الناس صارت تستقي اخبارها من الفيسبوك. يعني بطل في مصداقيه خلينا نقول وسائل الاعلام المنتشره الرسميه، صار اي انا هسه اجي انزل خبر انه في موجود في منطقه فلانيه اي خبر ينتشر بسرعه اكثر من اي هذا ومصدق. طبعا هذا الكلام كله يعني اثر على حياتنا وحتى اثار الرعب بين الناس. فدائما احنا بندعو الناس انه تتحقق، دائما اي خبر بيجي سهل التحقق منه، احنا يعني بتقدر تاخذ اي خبر تبحث عنه في النت بيطلع لك انه هذا صحيح او خطا. في خبر مهم. انت اليوم عزمت مين؟ انا انعزمت عند والدي. عزمت؟ طيب نسايبك متى ناوي تعزمهم؟ اول شيء ولا لا؟ نسايبي لا والله لسه. هذا الخبر اللي بيهمك على مواقع التواصل الاجتماعي؟ لا لسه. ما عزمتهم لسه؟ طيب شو ناوي؟ ان شاء الله انا اعزمهم على منسف. الله يعطيك العافيه، كل عام وانتم بخير. الف خير. كيف حال الشباب؟ تعال خلينا نسمع منك شوي، شو اخبارك؟ الله يحييك. كل عام وانت بخير. انت بخير. كيف امورك؟ والله فضل من هادي برمضان ولا عصبي؟ فضل من الله الحمد لله، هذا شهر البركه والخير. طيب ما بتعصب برمضان دائما هادي؟ العكس، بعد الافطار بعصب. طيب شو طبق؟ صايم ما شاء الله. طيب شو طبخت اليوم؟ الحمد لله اكلنا بواقي امبارح. والله مثلي انا يعني تقريبا زي بعض. بفضل الله، بفضل الله الحمد لله. طيب برمضان انت الاولاد عندك هاديين بتعصب عليهم في مشاكل ولا الامور هادي عندك تمام؟ نهائيا هادي الحمد لله والشكر الى الله الحمد لله. شو رايك بعلاقاتنا الاجتماعيه الان بما ان شهر رمضان مبارك؟ بنعرف شهر رمضان شهر الناس تواصل مع بعضهم، العائلات، الاخوه، الاخوات، الانسباء، الاقارب، في تواصل. شايف احنا برمضان ايام زمان زي وضعنا الحالي ولا اختلفت الامور؟ اختلاف كلي نهائيا. اول كان الواحد يقعد مع اهله، مع اخوانه، مع احبابه، كان عايشين على البساطه. هسه كل واحد ماسك جواله وماشي، ايش ما اجا بمشي. يعني شايف انه التطبيقات الذكيه ومواقع التواصل الاجتماعي لها اثر سلبي على تواصلنا مع بعضنا البعض؟ اكيد، اشي اكيد، اشي اكيد، الاثار سلبي جدا جدا جدا. يعني
يعني بنعم. انا بعرف يعني كثير من مواقع التواصل الاجتماعي وكثير من الناس كانت بينهم العلاقات ساءت، صار بينهم من قضايا في المحاكم، صار بينهم زعل، بطلوا يحكوا مع بعض بسبب مواقع التواصل الاجتماعي. بدنا رساله منك للمواطنين الاعزاء، واحنا بشهر رمضان المبارك، شهر الخير، شهر المحبه، شهر التصالح، توصل رساله للزعلان من الاخر، للي بينه وبين اخوه مشكله، بين صديقه مشكله، شو بنوجههم رساله بهالشهر الفضيل؟ يا سيدي هذا شهر الخير والبركه، وخلي وسائل التواصل تكون وسيله للمحبه بيناتنا، للمسامحه، وانه الواحد يتجه الى الله سبحانه وتعالى ويحاول انه ما تاثر عليه. وشو احلى طبخه عندك برمضان؟ احلى طبخه عندي برمضان يا سيدي كسه ودوالي. اكلت قطايف ولا لسه؟ والله لسه، اليوم بدنا نشتري ان شاء الله. طيب احنا فكرناك عملت عشان ناكل عندك قطايف. سيدي اهلا وسهلا فيكم. يا مرحبا فيكم. الله يعطيك العافيه، كل عام وانت بخير. انت بخير بصحه وسلامه. الله يسعدك يا رب. زي ما سمعنا من أخواننا المواطنين، الحمد لله رب العالمين، أجواءهم الرمضانية أجواء طيبة، أجواء من الخير، أجواء من المحبة. وطرحنا سؤال عن أثر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية على حياتنا اليومية. نعرف أنه شهر رمضان شهر خير، شهر محبة، شهر تواصل، شهر صلات أرحام، الناس تقرب لبعضها البعض، المتخاصمين يتصالحون، اللي بينهم أي خلاف أي مشكلة بتوأموا مع بعض. وكان الناس أنه بعض مواقع التواصل الاجتماعي كان لها أثر سلبي في علاقاتنا الاجتماعية، الناس ابتعدت عن بعض، كانت الناس سابقا تقعد جنب بعض بالمساجد، على أبواب المحلات التجارية، دواوين، يتناولوا الحديث، يلعبوا الألعاب الجميل نتذكرها زمان، نتذكر أيام ما كانوا يلعبوا الطابي، يلعبوا السيجي، حتى بعض الأحيان كانوا يلعبوا الشدي، ولكن هاي كلها اختفت، أصبح كل واحد على هاتفه الذكي ماسك التليفون وناس الدنيا كلها، وكان لها أثر سلبي جدا في علاقات الناس مع بعضها البعض. راح نستكمل معكم مشوارنا وحديثنا ونشوف عدد المواطنين ونشوف آرائهم بهذا الموضوع. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وانتم بخير. وانت بخير. كيف حالك؟ ان شاء الله تمام. الحمد لله تمام. كيف شايف لي اجواء رمضان في وسط البلد؟ بجنن والله، احلى من هيك ما في. اشي مرتب حلو، بجنن والله. الله يعطيك العافيه. شو افطرتوا اليوم برمضان؟ والله منسف. منسف على لحمه ولا دجاج؟ لا لحمه. أه. طيب مش خايف من البرد في هالجو هذا؟ لا بجنن الجو، الاجواء حلوه. الحمد لله رب. البلد حلوه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بدي اسالك شو اثر، شايف احنا شهر رمضان شهر خير، شهر محبة وعطاء، والناس تتصالح مع بعضها البعض، اللي زعلان من قرابته من أخوه. إحنا بنشوف إنه مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية والهواتف الخلوية أصبحت تأخذ من الناس كل الوقت بتواصلهم، بعاداتهم، بتقاليدهم، وبالتالي هلها أثر سلبي على المجتمع. أنت شو رأيك وجهة نظرك حول هذا الموضوع؟ والله هذا الموضوع يعني الناس هي بتتواصل وفيش شيء يعني يتسلوا فيه إلا هي مواقع التواصل وكلها بتهني بعض مواقع التواصل، بس أكثر من هيك لا. أما بدي أسألك، تتذكر أيام زمان كنا العائلات مع بعضها البعض، نشوف عند الإفطار صحن المقلوبة، صحن الششبرك، صحن العدس، العدس، يعني عند المغرب لما تيجي على الوجبة أو على الإفطار على السفرة بتلاقي أربع خمسة وجبات. شايف العادات اللي كنا نشوفها في الثمانينات وفي التسعينات لسه موجودة مجتمعنا لحد الآن؟ والله لسه فيه، لهسه بتبعت للجار صحن، الجار ببعت لك، بتحس إنه أجواء بتجنن يعني لهسه. الكل بيبعت لبعضه والحمد لله يعني شهر فضيل والحمد لله يعني الحمد لله رب العالمين. وأهم إشي إنه البلد ظل بأمان وهذا بهمنا أهم إشي. الله يخليك. عزمت اليوم ناس على الإفطار؟ والله عزمنا دار أختي وجوز أختي. طب نسايبك لسه ما عزمته؟ لا لسه والله. طب تخاف يزعلوا؟ والله أنا لسه مش متجوز بصراحة. عزابي ممتاز إنك عزاب. لسه عزابي ممتاز مع الحجة. انت شو ناوي تفطر بكره ان شاء الله مش اليوم؟ والله بكره حسب التسهيل. حسب التسهيل. حسب التسهيل ممكن ننعزم باي لحظه، انت عارف صارت العزومه هي تيجي قبل المغرب تقريبا بثلث ساعه ممكن صارت. طيب انت متزوج؟ انا متزوج. كيف اجواءك برمضان؟ هادي عصبي؟ بتعمل طوشات ولا هادي دائما؟ والله شوي في عصبيه. شوي في عصبيه خاصه وقت المغرب، يعني قبل المغرب تقريبا بساعه، تقريبا الواحد هيك يختلف كليا كليا. طيب ما عمرك ساعدت المدام؟ عملت معها سلطه، عملت معها قطعت لك القطع الجاج، عملت رز، عملت إشي، ولا كله عليها؟ والله لا كله على المدام طبعا. كله على المدام. متأكد من هالكلام ولا لا؟ لا متأكدين كمان. لو سألنا واستفسرنا هذا أخو المدام، هذا أخو المدام. شو رأيك بكلامه؟ وكلامه يعني في منه بس يعني بقصرش بالسلطة. يعني بقصرش بالسلطة. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. كل عام وانتم بخير. وانت بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. كيف حالك؟ إن شاء الله تمام. طول عمرك حبيبي. كيف شايف لي أجواء شهر رمضان المبارك؟ والله أحلى أجواء. أحلى أجواء رمضان. شو أفطرتوا اليوم؟
والله اليوم افطرنا الشب طبخ لنا هيو صوروا بس الشب طبخ لنا اليوم منسف على كيف كيفك والله انت طبخت لهم المنسف اليوم؟ اه والله طبخت لهم عزابيه ولا متزوجين؟ عزابيه اثنين عزابيه؟ اه نعم صح كيف طبخ المنسف؟ بتجنن ايش مكوناته بدك؟ يعني شو كيف طبخت اليوم يعني طلع منسف على مزاجك ولا منسف هيك وهيك؟ هاي شبابك انا سالم شو رايك؟ اه والله مناسف على الشوارب والله اه والله مناسف شيء يعني بيعجبك الله يعطيكم العافيه بدي اسالك احنا بنعرف انه شهر رمضان شهر محبه وشهر خير وشهر تصالح مع الذات وتصالح مع الاخرين اللي زعلان من قرابته اللي زعلان من صديقه اللي زعلان من اخوه زعلان من اخته بيتواصلوا مع بعض والناس بتجد اجواء من الخير والمحبه احنا بنشوف مواقع التواصل الاجتماعي كان لها اثر سلبي حسب اراء بعض المواطنين اغلب الناس ماسكي الفيسبوك ماسكي التليفون الذكي وقاعدين بتواصلوا فيه وتركوا عاداتنا القديمه عباب المساجد في الدواوين العائلات تصار مع بعضها شو رايك بهالموضوع والله احنا يعني مواقع التواصل الاجتماعي وجدت هي لخدمة المجتمع المفروض وخدمة الرأي العام بالطريق الصحيح بس احنا استعمالنا الخاطئ هو اللي وصل فينا لمرحلة انه الانقطاع عن الاخرين الانقطاع الكامل عن عاداتنا الاجتماعية الاصيلة اللي احنا بنفتخر فيها والعادات اللي تربينا عليها من واحنا صغار يعني احنا بجوز وصلنا لعصر انه اللي هو النقل النوعية بين التواصل الاجتماعي من خلال المواقع الذكية والتطبيقات الذكية وبين العادات اللي تربينا عليها من أهالينا ومن يعني أبهاتنا وجدودنا بس إحنا يعني بالنهاية الاستعمال الخاطئ هو اللي وصلنا إنه ننقطع عن عاداتنا القديمة وعاداتنا الأصلية بالضبط إحنا بنلاحظ يعني مواقعنا التواصل الاجتماعي الحالية أصبحت بنشوف كثير من الأخبار الزائفة الأخبار المضللة الشائعات والبعض بتسيء للمجتمع بتسيء لعاداتنا مع بعضنا البعض حتى أوجدت خلافات شخصية وعائلية بيننا وبين بعضنا فشو بتوجه لي رسالة لكل مستخدم التواصل الاجتماعي خاصة إحنا بشهر رمضان مبارك ولازم نتصالح مع بعضنا البعض بدي رسالة منك للشباب الأردني بشكل عام احنا رسالتنا للشباب الاردني يعني احنا انه يحاولوا انه يكون الاستعمال لهي المواقع استعمال صحيح استعمال بالتوحيد بعضنا وتوحيد الصف يعني صف الشباب مع بعضهم بعض وانه نبعد عن استخدام الشائعات اللي هي من يعني هدفها تفرقة الصف الواحد طيب متى بدك تتخلص من سيطرته بعمل المنسف اتخلص من سيطرته بكره لانه بكره الدور علي بكره الدور عليك يعني الله يعطيكم العافيه وكل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير وانت بألف خير يا حي كيف شايف لي اجواء شهر رمضان المبارك الحمد لله رب العالمين كويس الحمد لله رب العالمين طب شايف لي اجواء شهر رمضان المبارك ايام زمان ايامكم تختلف عن ايامنا الحاليه طبعا بتختلف كثير بتختلف في فرق شو يعني اعطيني وجه اختلاف معين انت شاهدته بايامكم زمان عن ايامنا الحاليه كان كل شيء رخيص بالأسواق يعني متناول الأيدي يعني الطفران بيشتري واللي معه مصاري بيشتري هيك الناس كانت يعني كانت طيب شايف لي احنا طبخاتنا الحالية موجودة احنا كنا زمان نشوف الشيش براك نشوف الطبخات القديمة نطبخها بين الناس شايف الآن موجودة عندنا لا ما في منها هسه ما كان في طيب شو في طبخات قديمة كنتوا تستخدموها أو تأكلوها برمضان مش موجودة حاليا كان شهر رمضان نخلص شهر رمضان كله على الاكتفاء الذاتي البيتي نعم. كله انتاج بيتي الشوربات الفتي الششبراك اللحم كله كان في متناول الايدي يعني مش زي اليوم كله لازم تدفع وتنزل على السوق وتطلع مصاري وتشتري يعني في ناس ما معها والله في ناس ما معها في ناس يعني بتقدر تحتار برغيف الخبز تشتري يعني. كنا ايام زمان احنا نشوف ايام شهر رمضان المبارك خاصه عند وجبه الافطار نشوف صحن المقلوبه صحن المنسف صحن الشيش برك تلاقي على السفره خمس ست طبخات من الجيران ونشوف الاولاد بالحارات بتناقلوها شايف هالعادات موجوده لغايه الان ولا راحت للاسف ما في منها للاسف ما في منها كانت الناس تتبادل الاكلات والمذاقات الاكل يعني ناس توزع على بعضها يعني يطلع من الطبخه صحن اسمه صحن الصدقه اسمه صحن الصدقه نعم. هذا يتوزع على الناس الاخرين اللي ما حيلته ياكل لحمي بيروح له لحمي اللي ما حيلته يطبخ شوربة أو ششبراك أو كذا شغلات زي هيك يتروح له على البيت الثاني كيف بتقضي أنت يومك في شهر رمضان المبارك؟ والله الحمد لله في المساجد الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله طب شو أفطرت اليوم؟ والله اليوم أفطرت مقلوبة مقلوبة؟ أنت عملتها ولا المدام؟ لا والله أنا أفطرت في السوق اليوم ليش طيب؟ والله أنا لو كوني بعيد عن أهلي يعني
نسال الله العلي القدير انك ترجع لاهلك سالم غانم، وكل عام وانت بخير، وتشرفنا فيك. هذه شهاده نعتز بها قناه الحقيقه الدوليه اللي دائما تعودت ودائما وابدا تكون معكم بكل الاجواء وبكل الاحوال، ونكون دائما معكم بالميدان نتابع قضاياكم وهمومكم، نشوف ارائكم وعاداتكم وقيمكم، وهذا شرف كبير لنا، وكل عام وانتم بخير. واحنا بالشهر الفضيل هذا نستذكر المرحوم الشيخ المعاني. الله يعطيك العافيه وكل عام وانتم بخير. والله الله يحييك. انا السلام عليكم. السلام ورحمة. كل عام بخير. أنت بألف خير. كيف حالك؟ إن شاء الله تمام. الله يسعد مساك. كيف شايف لي أجواء شهر رمضان المبارك؟ والله ما شاء الله عنها، هاي الناس قاعدة بتاكل كناف ومبسوطة ومرتب الأجواء. بالصلاة عنا بالحمد لله. ناقصها رحمة الله بس الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، هذا بنتمناه دائما تكون أجواءنا خير ومحبة وأمن واستقرار بإذن الله تعالى. شايف لي أنت عاداتنا الاجتماعية في شهر رمضان المبارك أيام زمان اختلفت عن الأيام الحالية؟ 100% يعني بتقدر تقول إنه البركة قلت. زمان كانت الناس كلها ألفة وسعادة والناس تساعد بعضها، يعني كانت زمان الناس ثلاجات فيش عندها، بتذكر كانوا يبيعوا الثلج في كياس، هالحين صفت الناس الثلاجات وكل إشي متوفر بس السعادة قليلة. طب كيف بتقضي اليوم رمضان؟ والله في الشغل، وبعدين يعني الواحد العصريات بيطلع بتحوج بيشتري له شوية اغراض، وبعدين على الفطور، وزي ما انت شايف هالحين بندور لنا اوقيت كنافة. الله يعطيك العافية. الله يرضى عليك. بدي اسألك، شايف لي اجواء شهر رمضان المبارك؟ ايام زمان كنا نشوف الناس على ابواب المساجد، ابواب المحلات التجارية، ابواب الدكاكين، الدواوين، بتحكي مع بعض، بتلعب سيجي، بتلعب طاب، زي ما بنتذكر ايام الكبارية. شايف الوضع اختلف حاليا؟ والله الوضع كثير اختلف. نعم. الناس هسه كليات على التلفزيونات وكل واحد في حاله، والناس يعني قليل ما تشوف بعضها، وزي ما تقول الألفة راحت. طب شايف مواقع التواصل الاجتماعي سواء والتواتف الذكي، الفيسبوك، الواتساب، الى خلاف ذلك، اثرت على حياتنا اليوميه؟ طبعا اثرت كثير كمان، يعني الكل زي ما تقول كل واحد ماسك تليفونه بحاله، يعني بتدخل على البيت تلقى 10 كل واحد تليفونه بيده وما حدا شايف حدا. طيب انتم مع بعض الان اثنين؟ والله الاثنين. كنا في حساب مين؟ حساب على حسابك ولا حسابه؟ مع بعض. متاكد؟ كل عام وانتم بخير. الله يعطيكم العافيه. مرحبا. اهلا. كيف حالك؟ الحمد لله. كل عام وانت بخير. وانت بخير. كيف شايف اجواء شهر رمضان المبارك؟ كيف جو رمضان عندك؟ صايمه؟ بصوم. بتصومي؟ مع مين؟ مع الوالد والماما. كم عمرك؟ 7 سنين. 7 سنوات. تحبي بابا ولا ماما اكثر؟ 2. 2. مش بابا اكثر؟ لا 2. طيب شو افطرتي اليوم؟ اليوم شوربة ودوالي وكوسة وفاصوليا. وما حدا قدك افطرت شوربة ودوالي وكوسة؟ الأمور تمام صح؟ شو صفك؟ ثاني. صف ثاني؟ طب شاطرة بالمدرسة؟ كم معدلك؟ 98. 98؟ يلا ما شاء الله الكريم، الله يعطيك العافية. يلا قولي كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. رمضان معنا أحلى. رمضان معنا أحلى. الحقيقة الدولية. الحقيقة الدولية. السلام عليكم. أهلين. كل عام وانت بخير. وانت بخير. كيف حالك؟ منيحة إن شاء الله تمام الحمد لله. كيف شايفي أجواء شهر رمضان المبارك؟ كويسة حلوة. طب شو أفطرت اليوم؟ منسف. منسف مين عمله؟ بابا. أبوك عمل المنسف؟ نعم. الله يعطيك ألف عافية. بدي أسألك، كيف أجواءك بشهر رمضان المبارك؟ كيف أبوك بيعصب هادي، بيعمل مشاكل، بيعمل طوشات، ولا أجواءه هادية؟ لا أجواءه هادية صار. أجواءه هادية. هادية كثير؟ آه. طيب بيساعد الماما في البيت؟ آه. طيب أنت كيف تقضي يومك بشهر رمضان المبارك؟ الزكاة، صيام، صلاة. وقراءة القرآن. قراءة القرآن. طيب مين ناويين تعزموا الأيام القادمة رمضان؟ قرايبنا. قرايبنا. ناوي تعزموا قرايبكم؟ طيب إخوانك بيزعجوكم برمضان؟ لا. أبداً؟ لا. الله يعطيك العافية، كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. أعزائي المشاهدين، كنا وإياكم من وسط البلد، حيث قمنا بأخذ آراء المواطنين حول عدد من قضاياهم برمضان، أثر مواقع التواصل الاجتماعي أثرها الإيجابي أو السلبي على حياتهم العامة وعلى علاقاتهم الاجتماعية. البعض أبدأ أن مواقع التواصل الاجتماعي كانت ذات أثر إيجابي بالعلاقات، وأدت إلى عدم تواصل الناس مع بعضهم البعض، وإلى نوع من الغربة الذاتية. من وسط البلد لبرنامج مع الناس في رمضان، مشهور قطشت. الناس في رمضان مساحة حرة للمواطن نذهب إليه في الشارع والسوق وأينما كان ليعبر عن رأيه، ينتقد أو يشكر، ينقل همه أو فرحه. يأتيكم مع الزميل مشهور اكتشاف.